منذ بداية الشهر الماضي جمدت اشتراكي في نتفليكس، ولكن السبب هو لماذا؟ لنبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ أريد أن أتشاور معكم، أريد أن أقوم بعمل حلقة عن كتاب، ولكنني احترت بين هذا الكتاب محاكمات نورنبرغ أو أنتي خريستوس الجزء الثاني. اكتبوا لي في تعليق أي من الكتابين تريدونني أن أتكلم عنه. يلا نبدأ. قبل شهور قليلة من الآن كان محللون في بورصة وول ستريت الموجودة في نيويورك يتوقعون أن تعلن نتفليكس نمواً يصل ل 2.5 مليون مشترك جديد. كان الجميع ينتظر ويستبشر خيراً بالفلوس الكثيرة المرطرطة التي ستأتي لجيوب نتفليكس، لكن جاءت الصدمة أو المفاجأة حين أعلنت الشركة عوض زيادة 2.5 مليون مشترك جديد، أعلنت عن خسران حوالي 200 ألف مشترك جديد، وهؤلاء المشتركين متوزعين في كل دول العالم. وهذا الانخفاض اعتبر الأكبر على منصتها منذ عقد من الزمن، واستمر عداد إلغاء الاشتراك وما زال مستمر إلى اليوم، لدرجة أن نتفليكس قالت بأنها خسرت أكثر من 700 ألف مشترك على منصتها بسبب تعليق خدماتها في روسيا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية. هذا الأمر سبب نكسة كبيرة للمنصة العالمية، حيث انخفض سعر سهمها بأكثر من 35%، وانخفض سعر السهم في الأشهر الستة الماضية من 677 دولار إلى 190 دولار، مما أدى إلى محو حوالي 55 مليار دولار، أي ما يعادل 42 مليار جنيه استرليني من قيمتها السوقية. فما الذي حدث مع نتفليكس؟ لقد كانت صاعدة نحو السماء منذ بداية جائحة كورونا. كان الناس يتوقعون بأنها قد تهزم الكثير من المنصات العالمية للأفلام والفيديو كاليوتيوب مثلا، وكان خبراء يتوقعون بأن صاحب شركة نتفليكس تحول لأغنى خمس شخصيات في العالم. لماذا الناس يغادرون نتفليكس؟ هل هي علامات بداية انهيار هذه الشركة العملاقة؟ لدى منصة نتفليكس حوالي 222 مليون مشترك، يوجد في أكبر أسواقها نسبة كبيرة من الأسر. ففي أمريكا وكندا يوجد 75 مليون من أصل 172 مليون حساب، كلهم لأسر لديها اشتراك في نتفليكس. ففي البداية استعملت نتفليكس حيلة تجارية لجلب الزبائن، هذه الحيلة انقلبت عليها في النهاية، وهي خاصية مشاركة كلمة المرور مع بقية أفراد الأسرة أو الأصدقاء، حيث أن نتفليكس أعطتك إمكانية مشاركة كلمة حسابك أو كلمة مرور حسابك مع فرد من عائلتك أو صديقك. هذه الحسابات قد تصل لخمس حسابات، والآن هذه الخاصية انقلبت بالخسارة على نتفليكس. تقول نتفليكس إنها تمثل 30 مليون أسرة إضافية تستخدم الخدمة في أمريكا الشمالية، وهذا الأمر جعل نتفليكس بين المطرقة والسندان، مطرقة أنها تقاتل وتناضل فقط من أجل جلب اشتراكات جديدة، وسندان مجموعة كبيرة من المشتركين تتقلص وتنسحب نهائيا من المنصة. لكن هل هذا فقط ما جعل نتفليكس تبدأ مسلسل السقوط؟ في الحقيقة لا، هناك أكثر من سبب، وسألخصها لكم في ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول الزيادة في الأسعار. قامت نتفليكس بخطوة غبية وغير محسوبة، اعتقادا منها أن الناس لن يلاحظوا الأمر ولن يهتموا به، وهذه الخطوة هي أنها زادت الرسوم الشهرية للاشتراك في كل دول العالم. طبعا المستخدم يقول لك أي شيء إلا الجيب. فمثلا في المملكة المتحدة البريطانية أصبح المشتركون يدفعون ما قيمته الثلث من مبلغ الاشتراك الشهري أكثر مما كانوا يدفعونه فقط قبل سنتين مقابل لا شيء، مقابل نفس الخدمة. بل ثبت أن جودة المحتوى كانت في انخفاض تدريجي، مما دفع الكثيرين للتوجه نحو منصات منافسة مثل منصة هولو وأيضا HBO Max وأيضا Amazon Prime. قامت نتفليكس بتصحيح غلطتها بغلطة أشنع، حيث قررت خفض الأسعار بشكل طفيف، ولكن وضعت فكرة أنها ستقوم بوضع إعلانات في المنصة. فغالبية الناس يدفعون رسوم شهرية تفوق العشر دولارات شهريا لمشاهدة أفلامها ومسلسلاتها المفضلة بدون إعلانات. أدفع المال لكي لا أرى إعلانات. أما إذا كنت ستضع لي إعلانات في المنصة، لماذا سأدفع لك المال من الأساس؟ وما هو الفرق بينك وبين المواقع الأخرى؟ وهذا ما دفع كمية مشتركين كبيرة للمغادرة. السبب الثاني، وهو من أهم الأسباب الذي ترك المشتركين في الدول العربية والإسلامية بالخصوص أن يلغوا اشتراكهم في نتفليكس، وهو محتوى شاذ وجنسي بكثرة في المنصة. هذا الأمر لاحظته أنا شخصيا، ومؤكد أنكم أنتم أيضا لاحظتموه، وليس أنت فقط صديقي، بل حتى المشتركين في الدول الغربية لاحظوه، وهو كثرة المحتوى الإباحي والشاذ على المنصة. طريقة وضعهم لهذا المحتوى طريقة مستفزة جدا. أحدهم طرح سؤال على موقع كيورا الشهير وكان كالتالي: أتفهم أنه يجب على الناس دعم المثليين، لكن لماذا يجب أن يكون لكل برنامج تلفزيوني
تلفزيوني جديد رجل أو فتاة شاذ جنسي؟ أحدهم أجابه وقال لأن SGW سيشتكون من عدم وجودهم في البرنامج، وفي النهاية سيحصلون على ما يريدون لأنهم يخرجون بقوة، وسينحني لهم منتجو البرامج التلفزيونية، سيقولون لهم نحن آسفون لم نقصد الإساءة إلى أي شخص وسنقوم بتصحيح الأمر على الفور. حتى الرسوم المتحركة تضيف عناصر LGBT إلى عروضهم، لهذا السبب ألتزم ببرامج القديمة حتى أتمكن من مشاهدتها بدون أن يجبروني على بلع آرائهم السياسية. أنا لا أكره LGBT أي المثليين، لكن سئمت فقط من مشاهدة أنه يتم دفعهم في وجه الجميع. شخص آخر طرح تقريبا سؤال مشابه على الموقع فقال لماذا يبدو أن كل فيلم أو برنامج تلفزيوني على نتفليكس له شخصية مثلية؟ وكان الجواب عش ودع غيرك يعيش، لكنني ألغيت اشتراكي في الفيلم عبر الإنترنت لأنه بدأ أن كل ثانية من الفيلم تحتوي على شخصية شاذة فيه، وكنت قد سئمت من إجباري على ذلك. إنه أمر سخيف حقا بالنظر إلى أن 96.7% من السكان طبيعيين. وقبل أن أتلقى تعليقات بذيئة من المصحح السياسي فقط تذكر سواء أعجبك ذلك أم لا، لا يزال يحق للجميع إبداء آرائهم الخاصة في عالمي، وتعليقي لم يكن فضا أو سيئا سواء اتفقت معي أو لا. ضع في بالك صديقي أن كل هؤلاء غربيين ليسوا مسلمين. هناك سؤال آخر طرح على الموقع، وهذه المرة سؤال من أحد الأمهات، وتحس في تعليقها بأنها تشعر بالقلق والخوف، تخاف على ابنها الذي يشاهد منصة نتفليكس، حيث طرحت سؤال وقالت هل توجد أي طريقة يمكنني من خلالها حظر محتوى مثلي الجنس في حساب نتفليكس الخاص بابني المراهق؟ أنا لست معاديا للمثليين، لكنني أخشى أن يتعرض ابني للتأثير على كونه شاذ هو أمر رائع وقد يتبنى أسلوب حياة مثلي الجنس. وكان الجواب على هذا السؤال من أحد الأعضاء الذي هو أعتقد أنه أفضل جواب ويجب أنتم أيضاً أن تطبقوه إذا كنتم تريدون أن تستمروا في مشاهدة نتفليكس. الجواب كان كالتالي انتقل إلى قيود العرض وفي مربع البحث الذي يقول لا تعرض عناوين محددة لهذا الملف الشخصي اكتب LGBTQ حظر كل عرض يظهر لأنه يعني في وقت ما أنه يتحدث عن الموضوع، ثم اكتب gay واحضر كل عرض يحتوي على الكلمة، ثم اكتب bisexual واحضر كل عرض أيضا يحتوي على هذه الكلمة، افعل الشيء نفسه مع كل حرف من الاختصارات حتى لا تظهر المراجع. هذه الطريقة فعلا تعمل بشكل ساحر، عليك فعل نفس الخطوات مع كل ملف تعريف، ولكن الأمر يستحق ذلك. أيديولوجية نتفليكس ليس شيء تخفيه عن الناس في العالم ولا تحيكه بعيدا عن الأنظار، لا بالعكس، بل نتفليكس وديزني يشتركان في نفس الهدف في نفس النقطة. ديزني ونتفليكس وجهان لعملة واحدة، يخرجون للعالم وأمام الجميع يعلنون بأنهم يدعمون المحتوى الشاذ ومجتمع المثليين أو كما يسمى مجتمع الميم. وقد سمعتم بأم آذانكم ما قالته رئيسة ديزني في الفيديو الذي نشرته عن تطبيق ديزني وعن فيلمها الشهير لايتير الذي فشل. في ذلك الفيديو المسرب قالت لرئيسة ديزني تصريح أثار بلبلة وضجة في العالم بكامله، لن أعطيك المزيد، يجب أن تشاهد ذلك الفيديو ضروري صديقي. كل هذه الأمور أنا شخصيا أرفضها وأعلم أن 99% منكم يرفضونه، لذلك أنا كيوسف دخلت لتطبيق ديزني وتطبيق نتفليكس على أب ستور وعلى جوجل بلاي وقيمتهم بنجمة واحدة. هذا موقفي وهذا ما فعلته أنا، هذا ما قلته لكم وهذا ما فعلته وطبقته، فأنا شخص لا يؤمن فقط بالأقوال، الأقوال أتركها للثرثارين، أما أنا فأطبق على أرض الواقع. طبعا أنت صديقي لا تستطيع الدخول لأب ستور وجوجل بلاي لتقيم تطبيق ديزني بلس ونتفليكس بنجمة واحدة، ربما لديك الكثير من الشركات لتقوم بإدارتها الآن، ليس لديك وقت، ربما دقيقة من وقتك لتحمي أطفالك، ربما أنت كسول أو ربما خائف من أن تقطع أصابعك وأنت تقوم بتقييم التطبيق بنجمة واحدة. لا أنا أمزح معك، قم الآن بهذه الخطوة لأنك ستحاسب. السبب الثالث، أصبح لنتفليكس محتوى فقير وجاف. هذا الأمر يبدأ مني أنا شخصيا، ألغيت أو لنقل جمدت اشتراكي في نتفليكس لأنه لم يعد فيها أي شيء مثير للمشاهدة. آخر محتوى رائع شاهدته على نتفليكس كان مسلسل سكويد جيم أو لعبة الحبار، فقط كان هذا آخر محتوى شاهدته. الكثير من الأفلام المفضلة لي والمسلسلات المفضلة التي أريد أن أشاهدها لا توجد في منصة نتفليكس، إذن لماذا سأدفع اشتراك شهري
وأنا لن أشاهد نتفليكس. الكثير من الأفلام المفضلة لي لا توجد على نتفليكس، مثل أفلام دينزل واشنطن وأفلام توم هانكس. الأفلام العظيمة في تاريخ السينما غالبيتها غير موجودة على المنصة، وأيضا حتى المسلسلات التي تعتبر أفضل المسلسلات في التاريخ ليست موجودة على نتفليكس، بل موجودة على HBO وباقي المنصات. وأيضا من أكثر الأسباب التي دفعتني للمغادرة وغير الآلاف من المشتركين هو أنه لا يوجد أفلام مارفل على نتفليكس. مارفل صديقي تحتل الصدارة عالميا بأكثر فيلم ربحا في التاريخ، بلدرجة أنها تسيطر على القائمة بأكثر من 4 أفلام، وهذه الأفلام لا توجد على نتفليكس. يتطلب مني البحث عن فيلم جديد لأشاهده أكثر من ساعة، وإن وجدت عنوان مشوق أجد أنه مسلسل، وأنا في الغالب لا أحب المسلسلات. من الآخر، محتوى فقير وضعيف مقارنة بمنصات عالمية لها ملايين المشتركين، وهذا الأمر ليس أنا من قاله، بل قاله الكثير من المحللين والصحفيين في العالم، وهذا ما قالته أيضا صحيفة The Guardian التي كتبت مقالة تقريبا قالت فيها نفس الشيء. سأترك لكم المقالة أسفل الفيديو في الوصف.